بين عشية وضحاها وجد المستهلك الموريتاني نفسه مضطرا للتخلي عن بعض المواد جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية لا سيما الخضروات. ارتفاع أسعار الخضروات لا سيما البصل والبطاطا أرجعه رئيس الباعة لغياب رقابة الدولة على الموردين وعدم اهتمامها بالإنتاج المحلي. زيادة قياسية في ظرفية قياسية شكلت صدمة للباعة هنا بأكبر سوق للخضروات بالعاصمة نواكشوط وفرض حالة من الخوف من انعكاسات خطيرة على السوق. يا الله الدولة تقول عندها رقابة لرجال الأعمال منهم لا يشي بضاعة جايب هذه الدولة ولا يتبعها المواطن، هذا الفهم ما هو خالد مفهوم جدا. رجل الأعمال ما عنده ولاء للوطن ولا للمواطن، الدولة ضعيفة أمام المواطن وهذا ما أمام المورد وهذا ما يصح. يلا عندهم رقابة وهم اللي تكوين للمواطنين يستقلوا أرضهم عن أماهم يحرزوا روسهم يعودوا يستوردوا روسهم يستثمروا روسهم. حالتي كما عدلت غيرت الحال، حالتي على صعيد كامل للمواطنين، المواطنين كاملين حال صعيب إليهم. الأبصار كنا نشروه ب 13 نشروه ب 15 عادي لاحق ال 20. كل حد سوى فقير وسوى قاني لابد له من الأبصار. ناس كامله بتهلكت. اللي لحق فينا اليوم ما يقد مدة الشيء بصفه خاصه. كان نهار 82 فرحنا هون عن انتاج موريتاني اللي يدخل. ما شاء الله فرحنا وهون فينا البضاعه حتى في رمضان. رمضان كان هون لاحق ياسر، انتم ما تعرفوا كاملين هون ربطه 20 وربطه 18 نخلق انتاج موريتاني قل. ارتفاع بعض مواد الخضروات بشكل غير مسبوق زاد من الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطنون، مؤكدين أنهم في وضعية لا تسمح لهم بشراء ما يقتاتون عليه. وهذا مشين كيلو البصل ما نقدر قيمة واحدة، ما نقدر نبيع كيلو واحد من البصل، كيلو واحد من 100 و900 ما يقدر حد يشتري. خفض علينا السعر، نحن راعي طالبين السيد الرئيس أن يخفض علينا السعر، وهذا التجار كامل واعر، حتى بومبوتار واعر، حتى شن قالوا كاملة واعرة، ومارو واعر، ودروين واعر، كامل واعر. وفي محاولة لطمأنة المستهلكين، أعلن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين الشيخ أحمد أن مشكلة التموين بالبصل وجدت حلاً، وستعود المادة إلى سعرها الطبيعي بدءا من السبت. وتدفع مثل هذه الحوادث إلى تجدد النقاش حول جدية الحكومات والقطاع الخاص في تغيير هذا الواقع عبر الاعتماد على الزراعة وتشجيع المزارعين وتطوير القطاع بدل ترك المواطن رهين سياسات دول الجوار أو مواسم الزراعة في الدول الأوروبية.